كنت مزوجة، عندي 3 ديال الوليدات. البنية عندها 5 سنين، الولد عنده 10 سنين، الولد الكبير عنده 13 عام. كنت جالسة عند راجلي، وقعت بيني وبينه المشاكل، ما طليتش قديت نصبر، طلقت منه. جيت لدارنا بغيت ندخل، حبسني خويا حيت الدار ديال الوالد الله يرحمه، ديال الوراثة. خدا في نهار 5 شهر 11 1992 فاش شرا هاد البراكة هادي، وتوفى في هاديك السنة منيت اللي شرا فيها. وبقينا حنا صغار، خلاني الوالد هنايا، عندي 8 سنين 9 سنين هنايا، وكبرت يتيمة وتعذبت هنايا وخدمت ودرت وتزوجت ودرت الوليدات، وقعت المشاكل ورجعت هنا. وملي جيت هنا بغيت نجلس، جرى عليا خويا ما خلانيش ندخل، جرى عليا انا وبنتي للزنقة، قال لي ما تدخليش. مشيت جت لي خالتي واختي باش تخليني ندخل دارنا نجلس، ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش باش نكري، ما عندي حتى شي حاجه، ما خدامه ما والو. جرى عليا قال لي سيري جيب البوليس، الا دخلوك البوليس دخلي. مشيت درت شكايه لوكيل الملك، حلوا لي الباب، صيفط وكيل الملك استدعى البوليس، جاو حلوا لي الباب، دخلت لدارنا، بقيت كنتلاوط هكا كنخدم باش كنعيش انا وبنتي جالسه هنا. داز الاحصاء، ولكن ملي جا الاحصاء لديك اللجنه الثانيه ما داروا معايا حتى شي حاجه، ما استفدت ما حتى شي حاجه، ما حصاوني ما والو، حيت الدار ديال والديا ديال خوتي كاملين ديال الوراثه. ما استفد اي واحد، هذا اللي جرى عليا هو اللي استفد بوحدو، عبد الله بوحدو، هذاك ما عندوش علاقه به. استفدين جوج وبقاو 3 دريات و ما استفدناش. خوك فوق استفدين سنة هادي السنة هادي اللي استفد ديال الدريات 2022 ومع 23، المهم دار الإحصاء. وملي جيت أنا ودرت هاد اللجنة هادي ما حصاوني ما حتى شي حاجة، بقيت جالسة هكاك، حلوا لي الباب، بقيت جالسة كنتلاوط أنا وبنتي، كنخدم كنعيش أنا وياها، داكشي اللي قسم الله. ودركا ملي جات الترياب بقاو لي حوايجي تمايا، جات البارح ترا كسرة طيحات لي على الحوايج وداكشي، عقبت خرجتهم حطيتهم معايا هنايا في واحد الفيرما ديال بوكا، حاطها وسط الشجر. حاليا دركا انا كندور، ما لقيت لا فين ندير. الكرا غالي عليا، الكرا رخيص 32 ألف ريال، ما عندي شي بيت باش غنكري انا، ما خدامش، ماشي في الشطيطه ديالي باش نكري هاد الكرا. كندير الميناجا في الدروج 24 ألف ريال، تعيش منها. كيقراو جوج كيقراو، هذه كانت في المراجعة ومع هاد المشاكل وداكشي في الروض، وخرجتها من الروض ما خليتهاش. واحد كيقرا في الثالث، والدري الكبير اللي عنده 13 كيقرا في السابعة. باقي تقراو؟ اه باقي كيقراو. وفين تيباتو دابا؟ كيباتو عاد عند وسط اختي. فين هنا بلاصة؟ في المرس. كل مرة وفين؟ ماشي مرصين في المرس بالضبط، راه كل نهار متجولين، ماشي جالسين شادين هادوك الناس، حيت ما عندهمش حتى هما اتساع، فهمت. ها اليوم نبات هنايا وغدا نبات هنايا وغدا نبات هنايا، حوايج يما مليوحين ما لقيتهمش. السقف اللي كنت كنسقف به راه ما لحتو عاد، هذيك البوكله راه فين حاطه هو والباب باش كتسد هذا. وحاليا درك انا كندور فين بتي الليله ديالك؟ شوفي كنبات عند واحد السيد هنا ثاني، كنبات عنده، كندير الميناج عنده في الدروج، كنبات عنده في الدار. مرة أخرى كنمشي نبات عند أختي في المرس، مرة كنبات عند أختي في سلام، مرة أختي عند في الرباط. وحدة كارية، وهذه جالسة مع ناسا، وهذه جالسة مع ناسا، يعني كل وحدة جالسة مع إلتراجلة، ما يمكنليش غنبقى جالسة متقلة عليهم بزاف، وعندهم اشتساع، كل وحدة عندها بيت غتبقى بارك معاها. شنك تترجعي للدار ديالك؟ علاش تترجعي؟ كان ما عرفتش واش غيكون عندي شي احتمال غيشوفني المقدم وداكشي كنجي هنا يدير معايا شي حل، ما عرفتش شنو السبب. ما عرفتش يقدروا يديروا معايا شي حل، كيشوفوني كنجي هنايا. شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالي بغيت السكنه فين كنسكن، تكون انا ووليداتي، انا 3 الوليدات ما يمكنليش نتشرد انا وياهم في الزنقه، 3 الوليدات ماشي واحد بوحدي، ما عنديش فين غنمشي انا وياهم.